حقيقة هو في الحياة كلها من ذاق لذة التعبد عاش سعيدا فوق الأرض، لأن الذي يذوق لذة التعبد لله وأن يصرف أيامه وساعاته ولياليه وهو مع الله وفي رعاية الله وكلاء الله، والله إنه السعيد، لأنه عرف لماذا خلق. ومن أكبر المصائب التي تمر على الإنسان أن يعيش في الحياة مشغول عن كل شيء حتى عن الله، مشغول عن ربه وسعادته بيد ربه. نحن نتكلم عن النافلة، الصيام، هل الله جل وعلا يحتاج صياما؟ أن نصوم؟ أن نترك الطعام؟ هل الله يعذب عباده عندما شرع هذه العبادة؟ لا، هو شرعها لأنفسنا، لأننا بذلك نصل إلى درجات الإيمان وتحقيق التوحيد وتحقيق اليقين وتحقيق التقوى. ولذلك الذين يذوقون لذة العبادة، لذة الصيام، العجيب أنك تجد حياتهم أجمل حياة في محاريب التعبد. تجد أن، ولذلك تلاحظون يوم كنا في رمضان، قيام رمضان الجميع يقومه، حتى ممن لم يكن يصلي جماعة. تجد الصدقة، البعض منا كان شحيحا فلما صام لانت يده، البعض منا ما كانت تدمع عينه لأنه كان قلبه قاس لأنه يرى حرام، فلما صامت جوارحه أحبابي أخبت قلبه وأناب ودمعت الدمعة. لذلك من أراد أن يذوق لذة الحياة، وقلها والله كلام أختنا التي غردت كلامها حق، من أراد أن يذوق لذة الحياة فليجعل لنفسه خبيئة من عمل صالح، خاصة إذا جعل الصيام التطوع يقوده إلى الله، لأن الصيام ميزته أن العبد إذا صام أنه بعد ذلك تلين عليه كل الطاعات وتدنو وتقرب، تجد سبحان الله في كل باب. ولذلك عندما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان إذا دارسه جبريل القرآن قال لرسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة. ما علاقة الجود بالقرآن؟ ما علاقة الجود بالصيام؟ هناك علاقة وثيقة جدا، أن الإنسان الذي يصوم، لماذا تترك الطعام؟ لماذا تترك الشراب وأنت في الرياض وصيام 16-17 ساعة و45 أحيانا درجة غليان، وبعض الناس إذا طلع ودخل بعضهم يفقد الذاكرة شوي من شدة الحرارة، ومع ذلك يصبر ويجف فمه وييبس لسانه وهو قادر على أن يقطع الصيام. لاحظوا في التطوع، أنت قادر على أن تقطع الصيام مع أن هذا لا يجوز للإنسان، يكره ولا تبطلوا أعمالكم كما قال الحق، لكن لو الإنسان اضطر إلى قطع صيام التطوع إجاز، ومع ذلك لا يقطعه. وبعضهم شيبان، مرضى سكر وضغط وكوليسترول وتعبانين، وبعضهم والله إنك تراه ما يمشي الهوينة ويمسك الجدار لا يريد أن يفطر. ماذا يرجو؟ يرجو أن يرتوي يوم أن يعرق الناس، يوم أن يظمأ الناس. لذلك أحبابي، وقول الشباب الآن اللي بعضهم إذا قيل الصم وأمه تقول له الصم، صم النافلة ونمك، صوم النافلة يا بنتي، والله خلاص يكفي، يكفي أجر. أنا نعم لا يجوز إلزام الأبناء بصيام التطوع، لا يجوز إلزامهم لأن الله ما ألزمهم، الله فرض فقط رمضان، لكن أبنائي إخواني أخواتي، الصيام يقودك إلى لذة العبادة، الصيام يقودك إلى لذة المناجاة، الصيام يذوقك إلى أن تذوق لذة الطاعة من كل نوع ومن كل حديقة تأخذ زهرة جميلة تتفيأ ظلالها. اسألوا لصائم اليوم، يوم أكل التمرة وشرب الماء بقي شيء من التعب؟ أبدا، ذهب. صحيح، ذهب الظمأ، لكن ثبت الأجر إن شاء الله. وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت، ميت.
ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليروي. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة.